ما اعتقدش انه في احتفال ممكن يكون احلى من كده بيوم المراه العالمي ويوم المراه المصريه. وانا هقول لكم ليه. انا معايا دلوقتي كتاب تاريخ الكاريكاتير في مصر للاستاذه نشوى سعيد، وهي من يعني السيدات القلائل اللي اشتغلوا في مجال صناعه الكاريكاتير في مصر، وقدمت لنا الكتاب ده. الكتاب اكتر من رائع، يعني انا قريت فيه شويه واستمتعت استمتاع غير عادي. تاريخ الكاريكاتير في مصر جايبها بقى من الاول خالص، من البدايات، من اول يعقوب صنوع، ومن ايام مرحله اسره محمد علي مرورا لغايه وقتنا الحاضر. وكمان عملت فيه مجهود، انا يعني جابت هنا في الكتاب شويه كاريكاتيرات انا ما اعتقدش انه اي حد ممكن يلاقيها بسهوله، من اللطائف المصوره ومن مجله الاثنين ومن كتير من الحاجات اللي انا اعتقد ان هي قدرت تحفر عليها. انا شايف ان هي صور نادره جدا 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 جدا، يعني انا شفت كتير من الزعماء في جوه الكتاب بشكلهم الكاريكاتوري، واحنا بنتكلم على ايه نهايه القرن 19 واول القرن العشرين. وكمان فردت جزء خاص متعلق بالمراه وتطور النظر لقضايا المراه في الكاريكاتور، ويمكن يكون ده مدخلنا النهارده. بس ارحب بيها واشكرها على هذا الكتاب القيم. اهلا بيك يا استاذه نشوى. اهلا بحضرتك، منورانا. ايه الحلاوه دي، كتاب في منتهى الجمال، وهي اللي عامله غلاف كمان وجايبه لنا بقى كاريكاتور من اول، كمان انا قلت من اول يعني بدايه التطور المهني شويه، لكن هي جايبه لنا بقى من الحضارات الاشوريه والحضارات المصريه القديمه. وفاجئتني انه المصريين القدماء كان عندهم كاريكاتور يعني بالزبط. وهنشوف بعض الصور. اهلا بيكي، نورتي. كل سنه وانت طيبه. كل سنه حضرتك طيب. بمناسبه رمضان ومناسبه يوم المراه العالمي وبمناسبه يوم المراه المصريه نورتينا. خد منك قد ايه الكتاب ده، اشتغلت عليه؟ والله يعني اقل من سنه، يعني أقل من كان سنة. شغل مستمر. مستمر يعني. طبعا لان يكمل صور، هو الموضوع عامل كانه كتاب مصور، فهو ده الممتع، ان انت بتشوف المعلومه وقدامها الصوره، تشوف المعلومه والحقبه الزمنيه وقدامها الصور. فيعني جبت الصور دي كلها منين؟ بحث شامل والله، يعني بحث شامل ومكتبات ومؤسسات قوميه اللي تحتفظ بالمجلات فيها، ودار الكتب والوثائق القوميه طبعا، غير مواقع الانترنت، المتحف البريطاني فيه صور من الفراعنه. جميله جدا، يعني جايبه لنا الصور هنا من دير المدينه، تحفه لصور الفراعنه، هنجي لها يمكن. اهو بص يا استاذ تامر بقى مدلعنا، بص حضرتك جايبه لنا التصوير الحيوانات بشكل كاريكاتوري. انا ما كنتش اعرف ان المصريين القدماء عملوا كاريكاتور. هما المصريين القدماء اول لان دايما اشوف الحيوانات بشكلها الماجستيك كده، لان هم الهه بالظبط. فهو ده من هنا اتعرف ان دوت كاريكاتير الباحثين وكده. الكاريكاتير في الفراعنه ظهر في منطقه اسمها دير المدينه. المنطقه دي كانت بيعيش فيها بس طبقه العمال والفنانين اللي بيشتغلوا في المعابد والمقابر، وكانوا يعني المنطقه بتقع بين دير المدينه بتقع بين وادي الملوك ووادي الملكات. علشان العمال يقدروا يتحركوا في الاماكن في المكانين ويشتغلوا فيها. بصوا الصوره دي حضرتك، القط والفار، اعتقد انه ممكن تكون توم وجيري متاخده منها. هو كان المفروض مستوحاه يعني. يعني ممكن تكون مستوحاه قوي، بس في الكاريكاتير الفرعوني ما ظهرتش بمعنى الصراع بين القط والفار. هم صوروا ان القط المقدس لدى القدماء المصريين بقى هو الخادم للفار اللي هو قليل الشأن. فبيدل على انقلاب الاحوال، يعني ان السيد المفروض اللي هو يبقى السيد متمثل في القط الفرعوني اللي هم بيقدسوه، بقى هو اللي بيخدم الفار. يعني ده في مرحله الاضمحلال في فتره الرعامسه، لما مش المصريين هم اللي بقوا من الاسياد والحكام. يعني شوفوا يعني ده كان تعبير عننا في عصر الاضمحلال، فتيك سنس يعني. انه طبعا القط عندنا احنا عصرنا على كتير من القطط المحنطه، وكان اخرها كشوفات كبيره في سقاره، كان عصروا على كتير قوي من القطط المحنطه. طبعا هي لها بستات، فطبعا والقطه كمان ليها وضعيه خاصه في الثقافه المصريه، يعني كان محرم ازائها او طبعًا قتلها طبعًا او كانت تعدم. فحضرتك بتشير لنا الى حاجات لطيفه جدا جدا جدا، ده دليل على تغير الحال بالظبط كده. ان هم شايفين ان القط المقدس بيدل على المصري.
هو المصري. والفار قليل الشأن ويعني ضئيل بقى، هو اللي بي هم اللي يعني القط هنا بيخدمه بيقدم له مغير الاحوال بالظبط كده، بيقدم له الاكل حتى بيشربه بشاليمون كده طويل زياد وماسك زهرة اللوتس، والقط اللي وراه بيظبط له شعره، هي دي فاره مش فار يعني هم بيخدموا بيظبط لها شعرها، والقطط هي اللي بتخدمه، والقطط هي اللي بتخدمه. طبعا صوره تحفه ومجهود منك مقدر جدا. انت كمان رحتي للحضارات الثانيه الاشوريه وغيرها في المنطقه في بدايه الكاريكاتير. طيب ايه بقى يعقوب صنوة دي بقى ده بدايه بقى اللي نقدر نقول المهنيه الحقيقيه في العصر الحديث، صح؟ بدايه ظهور الصحافه. ده فتره يعقوب صنوة. هو الاول واحد طبعا، قصه ابو نضاره وملاعيب ابو نضاره بالظبط، هو اول حد يعتبر هو اول واحد في ظهور الصحافه حط الكاريكاتير، وما كانش يعلم مين اللي رسم الكاريكاتير علشان ما كانش الكاريكاتير عليه امضه، فهم خمنوا ممكن يكون هو اللي رسم، بس هو ما صرحش في اي حته ان هو الرسام، لان هو كمان كان في خلاف مع الخديوي اسماعيل، هو على طول كان بينتقده في كاريكاتير يعني هو كان حتى في الصحف بتاعته هي كلها انتقاد للخديوي اسماعيل، ما كانش بيحبه خالص ليه بقى؟ كان بيأمل، هو شايف ان هو له مساوئ ما خدش من محمد علي كتير يعني، وكان عايز الامير محمد حليم باشا حليم باشا اللي هو الابن الاصغر الابن الاخير لمحمد علي، كان من قبل تولي الخديوي اسماعيل كان بيأمل ان هو اللي يمسك زمام الحكم يعني، انما بعد كده بعد ما الخديوي وبعد ما السلطان العثماني نفى الخديوي توفيق عين نفى الخديوي اسماعيل عين مكانه الخديوي توفيق، فهو اصيب بالاحباط، عشان كان بيامل تاني ان هو الامير حليم يمسك بعد الخديوي اسماعيل. فدي واحده من دي بقى هو هنا بيصور الخديوي اسماعيل والجنود وراه مكتفين وعامل له كرش كبير ما هو عامل له كرش كبير في اغلب الكاريكاتير على انه بياكل كتير وسايب الشعب يعني فقير بالظبط، سايب الشعب واللي على الشمال الامير حليم ماسك له السيف يعني وبيقول له ده فعلا ده هو ده اوكي هو كده يعني يعني بدايات المعارضه الحقيقيه كانت من خلال الكاريكاتير بالظبط كده في مصر، وانتقاد الاوضاع من ايام الفراعنه بالظبط يعني شيء مذهل جدا 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 جدا. طبعا يعقوب صنوع رائد الصحافه الهزليه بالظبط. ده ايه بقى؟ هنا ابتدينا بقى في القرن الواحد في القرن العشرين بداية القرن العشرين دي في الكاريكاتير ده في مجلة الفكاهة اللي صدرت عن مؤسسة في مجلة اسمها الفكاهة صدرت عن مؤسسة دار الهلال دار الهلال بس عبد لطيف جيب لنا المجلات دي وانا دار الهلال برضو كان بيرسم فيها الرسام علي رفقي هو تركي الاصل تركي هو بدايه يعني بدايه الكاريكاتير كان بدايه رسامين الكاريكاتير ما كانوش مصريين يعني عندنا علي رفقي التركي رسم بقى بدايه القرن العشرين كمان كان يهودي هو يهودي يهودي الديانه انما مصري مصري بس كمان كان سافر يتعلم على نفقه الدوله المصرية. من بعثات الخديوي اسماعيل اصبح بيتامل في الحاجات دي يعني يشوفوا احنا برضو جيراننا السو اللي جنبينا دول يعني احنا كان عندنا عايشين عادي اليهود وطوب مزرعه كان مؤسس سينما يعقوب صنوع مؤسسي الكاريكاتير كان الناس عايشه في وسطنا عادي بعدين كده يقول لك معاداه الساميه اذا كان احنا ساميين بالظبط الله ايه ده فروزة اليوسف ده بقى انتقلنا احنا شويه مشينا من مجلة الفكاهة احنا كده جينا احنا وصلنا لطغام بقى والعظمه دي لسه طغام احنا هنا دلوقتي دوت جوان سانتوس الرسام جوان سانتوس هو اسباني برضو جوان سانتوس اسباني ده ما اعرفش المعلومه دي لا اديني ده هو كان بيرسم برضو هو كان بيرسم في الكشكول فالسيده فاطمه اليوسف جابته يرسم فروزة اليوسف هو كان في الكشكول بيرسم كاريكاتير سياسي فلما جه فروزة اليوسف كان رسم اجتماعي ليه بقى علشان هو كان في مجلة الكشكول كانوا معاديين لحزب الوفد اوكي معاديين لحزب الوفد ومواليين للحكومه لما روزا اليوسف كانت وفديه ومعاديه للحكومه فلما جه يرسم فيها جوان سانتوس ما قدرش يعني يغلط ضميره يعني هو هنا بيعادي الوفد هنا هيبقى مناص الوفد ما عرفش فرسم لهم كاريكاتير اجتماعي يعني في الكاريكاتير ده اتصرف يعني في الكاريكاتير ده ده بيعبر عن ايه الولد بيقول لها انت ازاي اتجوزتي الراجل المكسر المخلع ده
فهي تخينه بقى ويعني قويه كده، فبتقول له ما كانش كده لما اتجوزته، يعني بيدل على ان هي اللي كسرته. بيقول لها انت ازاي اتجوزتي راجل المخلع المكسر ده؟ لا ويعني عاش في ثقافتنا ودخل فيها برضو يكون واحد اسباني. خلاص هو طبعا يعني يعني اصبح مصري بشكل واخر. احنا بنمصر اي حد بالظبط كده. صح طيب وقولوا لك الصوره اللي بعدها كام. عندنا ده الرسام عبد السميع عبد الله. هو رسم برضو في مجله روزا اليوسف بعد رسام صاروخان وسانسس لما سابوها يعني. كان جابوا احسان عبد القدوس. احسان عبد القدوس فهو هنا في كتابه عمل كتاب اسمه ابيض واسود، عرض فيه الكاريكاتير بتاعه، جزء من الكاريكاتير اللي نشره في مجله روزا اليوسف. وفي اخر الكتاب بين ايه بقى، ايه هو الكاريكاتير من وجهه نظره. بيشرح يعني. فهو هنا بيشرح الكاريكاتير، بيقول ان هو مثلا لو رسم صوره لطيار وقع بالباراشوت نعمله ازاي في صوره كاريكاتيريه؟ احنا ممكن نخلي حظه وحش وهو نازل ده بيعلم حماته. يعني هي حماته باصه من البلكونه، ولو يخلوها اكثر سخريه او كاريكاتير يعني متفائل وكويس، هيشوف ايه في تاني صوره، هيشوف سيده جميله في اوضتها. الله. وانا حظها حلو. تحفه تحفه تحفه. طب انا عايز اسالك سؤال، ليه يعني عندنا اسماء كتيره رجال يعني اثروا العمل الكاريكاتيري في مصر، هم مش كتير برضو بس اسماء بارزه، ليه ما فيش سيدات؟ هم قلت لها في الحلقه، قلت لها قبل ما نبدا، قلت لها عشان الرجاله ده مهم اخف. قالت لا لا تحيز. انا مش قصدي، انا بس كنت بنكش. ليه ما فيش سيدات؟ عندنا طبعا ناس سعيد، بس ليه اشمعنى؟ هو المجال يعني هو المجال قليل شوية، فلما دخلت المرأة فيه والسيدات فيه فدخلوا برضو بنسبة أقل. بس هي مش عارفة يعني، هي زي الديسك في الصحافة كده مثلا ابتدوا برضو. طيب انت كمان رصدتي ازاي الكاريكاتير ودور المرأة، ويمكن جبت لنا حاجات لطيفة جدا. تقول لنا ايه عن تاريخ برضو التحرر المرأة وقضاياها المختلفة، وخاصة احنا بنتكلم على فترات كان فيها تحديات كبيره ونقلات نوعيه. بس دي حديثه شويه يمكن. سنه 2019. انت اللي عاملاها. ده عن تمكين المراه، هي ان هي بقى دخلت حلبه مصارعه اللي فيها الحياه الاقتصاديه والسياسيه، بقت زيها وهي حلبه مصارعه فعلا. وعن غير البيت وبتاع، فبتتخانق في البيت، وهي فعلا هي دخل الحياه حلبه ملاكمه بالظبط. ودي برضو المرأة دي المرأة المصرية، ودي أنا قلت إن هي مصري يعني بتهديها التاج، يعني المرأة المصرية بتعظمها. مصر بتكبرها وبتعظمها.